والله أنا يعني الشعب المصري هذا شعب عظيم، وفعلا مصر أم الدنيا، وأنا اللي لمسته في الشعب المصري طيبته وبصراحة تعاونه مع كل الأمة العربية، وهي مصر يعني هي الحاضنة لكل الوطن العربي، وبصراحة كل المشاكل في الوطن العربي الملاحظ أنه كل الأمة العربية يعني البيت بتبعها صراحة مصر، ومصر فعلا أم الدنيا، وعاشت مصر وتحيا مصر. تحيا مصر وتحيا فلسطين، وحضرتك منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. تحيا مصر وتحيا فلسطين. بشجعك، وانا سعيد اني بشوف الوجوه الطيبة، وانا بصراحة يعني ضيف على هذا البلد، وبحب اشارك البلد يعني كل يعني اي شيء اي تفاصيل. مين بقى؟ انا من فلسطين والله، ومقيم هنا يعني بشكل مؤقت يعني. منور الدنيا كلها واهل كل فلسطين كلها. مصر فؤوس منورة باهلها، ربنا ينور عليكم. والله أنا يعني الشعب المصري هذا شعب عظيم، وفعلا مصر أم الدنيا، وأنا اللي لمسته في الشعب المصري طيبته وبصراحة تعاونه مع كل الأمة العربية، وهي مصر يعني هي الحاضنة لكل الوطن العربي، وبصراحة كل المشاكل في الوطن العربي الملاحظ أنه كل الأمة العربية يعني البيت بتبعها صراحة مصر، ومصر فعلا أم الدنيا، وعاشت مصر وتحيا مصر. تحيا مصر وتحيا فلسطين، وحضرتك منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. تحيا مصر وتحيا فلسطين. بشجعك، وانا سعيد اني بشوف الوجوه الطيبه، وانا بصراحه يعني ضيف على هذا البلد، وبحب اشارك البلد يعني كل يعني اي شيء اي تفاصيل. مين بقى؟ انا من فلسطين والله، ومقيم هنا يعني بشكل مؤقت يعني. منور الدنيا كلها واهل كل فلسطين كلها. مصر فؤوس منوره باهلها، ربنا ينور عليكم. والله أنا يعني الشعب المصري هذا شعب عظيم، وفعلا مصر أم الدنيا، وأنا اللي لمسته في الشعب المصري طيبته وبصراحة تعاونه مع كل الأمة العربية، وهي مصر يعني هي الحاضنة لكل الوطن العربي، وبصراحة كل المشاكل في الوطن العربي الملاحظ أنه كل الأمة العربية يعني البيت بتبعها صراحة مصر، ومصر فعلا أم الدنيا، وعاشت مصر وتحيا مصر. تحيا مصر وتحيا فلسطين، وحضرتك منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. تحيا مصر وتحيا فلسطين. بشجعك، وانا سعيد اني بشوف الوجوه الطيبه، وانا بصراحه يعني ضيف على هذا البلد، وبحب اشارك البلد يعني كل يعني اي شيء اي تفاصيل. مين بقى؟ انا من فلسطين والله، ومقيم هنا يعني بشكل مؤقت يعني. منور الدنيا كلها واهل كل فلسطين كلها. مصر فؤوس منوره باهلها، ربنا ينور عليكم. والله أنا يعني الشعب المصري هذا شعب عظيم، وفعلا مصر أم الدنيا، وأنا اللي لمسته في الشعب المصري طيبته وبصراحة تعاونه مع كل الأمة العربية، وهي مصر يعني هي الحاضنة لكل الوطن العربي، وبصراحة كل المشاكل في الوطن العربي الملاحظ أنه كل الأمة العربية يعني البيت بتبعها صراحة مصر، ومصر فعلا أم الدنيا، وعاشت مصر وتحيا مصر. تحيا مصر وتحيا فلسطين، وحضرتك منور الدنيا كلها. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. تحيا مصر وتحيا فلسطين. بشجعك، وانا سعيد اني بشوف الوجوه الطيبه، وانا بصراحه يعني ضيف على هذا البلد، وبحب اشارك البلد يعني كل يعني اي شيء اي تفاصيل. مين بقى؟ انا من فلسطين والله، ومقيم هنا يعني بشكل مؤقت يعني. منور الدنيا كلها واهل كل فلسطين كلها. مصر فؤوس منوره باهلها، ربنا ينور عليكم.